خويا اش نقول لك اخويا، راه حنا راه من الساكنه ديال الكيش الودايه، وكان معروفه بالنقاء ديالها، و ما ولينا صاحبي ولينا في كارثه صاحبي، كارثه عظمى. ودابا تقريبا 15 اليوم، ودابا تقريبا دابا راه كل 3 ايام ولا 4 ايام كيجي كيدير لك واحد، ما كامل كيدير غير واحد غير كاين مع واحد الشويه وكيمشي، وكيخليك الازبال قدام المحل. دابا انا عندي انا هنا راه والله العظيم الا كارثه ولينا عظمى في هذا ديال تمارا، انا ما بقينا عرفنا واش حسم على حساب الرباط ولا على حساب، ما بقينا فاهمين والو. هضرنا ماشي غير شكايه ودرنا شكايات، ولكن اخويا اش نقول لك، راه والله العظيم الا ولينا كنعيشوا راه الاباده البشريه هذه. والريحه صاحبي، وانا راه دابا كندخل النهار كامل انا في عندي في الحانوت هنا، راه الشقيقه طالبوا من هاد الناس هادو ينقيو لينا هاد الحاله هذه، راه تعداو علينا وقتلونا بالروائح ديال الزبل هنايا، وصحاب البلد ديال تاهما راه كيجيو تيلقطوا غير شي حاجه ديال الزبل من الفوق وكيخليونا داكشي. هادشي راه ماشي معقول، وخصو ينقيو لينا هاد الدنيا هادي. وشوف دابا الى جا كاع العيد خلاص، الى بقى هادشي هذا من هنا العيد راه مصيبه صافي. حنايا هنايا راه كنعانيو هاد الايام كامله، وتشكينا وقال لك لا كيشتي راه كاين، كل واحد ما كيعطيناش حتى منطق شنو واقع عند هاد البلديه هذا، غير هو هاد الزبل هذا راه كاين اللي راه والله الا واحد لقيته كان امراض، كان هذاك الشيء كيحطوا فيه البيع والشرايا، مولي الحوت مولي هذا كيتعصر هذاك الشيء، ولات ريحه ولات تتاثر حتى على العينين. عانينا، راسلناهم قلنا لهم هذا تيجي الكاميون مره في ثلاث ايام كيجمع هادشي، ما كاينش حتى البركاسات اللي فاش انت كتشوف كيداروا في الطريق. وعاد كاينه وحده اخرى هي جيت تجمع غتلقى فيها حاله يرتى لها، والله هذا هو اللي واقع لنا دائما. مع ما تنتمناو انهم يصلحوا لنا هادشي، راه حنا الساكنه كتعاني هنايا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.